تعرف انا اسمك وضح صالح الحاج الناخبي العايدين. كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. كل سنه وانتم بخير وانتم طيبين ان شاء الله. عساكم من عواده وإياكم ان شاء الله. هذه عيد وعيد سعيد كل عام وانتم بخير. وانت بمناسبه هذه العيد تحب تهني من؟ اهني امي واهلي وجميع المسلمين بشكل عام، يعني الامه العربيه، يعود عليهم العيد بالخير والامن والامان و لحمة الصف العربي والإسلامي، وكل عام هم بخير. نحب نهني لأبناء مدينة سيوان كافة والأهل والأقارب والأصحاب وكافة المسلمين عامة إن شاء الله. أحب أولا أهني يعني أهلي وأصحابي في بلادي طبعا في يافع، وكل من يعزون علينا طبعا، وأهني الأمة العربية والمسلمين جميعا إن شاء الله، وأتمنى لهم يعني الخير، وأتمنى لهم الأمن والأمان والسعادة. عيد سعيد إن شاء الله لنا وللأمة الإسلامية. أول نحب نهني أول الشعب اليمني إذا أكمل، وأسرة الخاصة لنا اللي هي أسرة الباجري، ولجميع الأهل والمحبين في المنطقة بشكل عام، سيوون وضواحيها ومحافظتنا محافظة حضرموت. نتمنى لهم عيد سعيد وللجميع إن شاء الله. اليوم عندنا عيد، بنقول لك عيد سعيد. للجميع إن شاء الله. للجميع كل عام وأنت بخير. أنت بخير. من الأيام في هذه اليوم أيام عيد، نقول لك عيد سعيد كل عام وأنت بخير. إن شاء الله يا رب عيد إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أحب أهني لأهلي وأخواني داخل جدة والجميع المسلمين إن شاء الله. لازلنا اليوم في أيام العيد وأول يوم في مدينة سيون عيد. مرحبا، حياكم. لك عيد سعيد وكل عام وانت بخير. حياكم الله وانتو أكثر، وعساكم من عواد وانتو كذلك. كل عام وانت بخير وانتو بأسعد الناس. معنا الحبوب ذا، اسمك من؟ الياس السكرية عبد الكريم الخضر. من وين يا الياس؟ من دمار. من دمار. انتو من جيت اليوم في سيون؟ ها؟ انتو من جيت؟ أنا وأبي وأمي وعمتي وجدتي. ايش تسوون؟ زيارة. زيارة. كيف شفت مدينة سيئون؟ صدق حالية صح؟ وانتم حاليين كمان. طيب لو قلنا لك عيد سعيد كل عام وانت بخير، عيدت انت، كيف شفت العيد في مدينة سيئون؟ حالي. أحب أهني أمي وأبي وأولادي وزوجتي وكل إنسان عزيز وغالي علي، وأهني زملائي في العمل وطاقم قناة حضرموت وكل من أحبهم، أحب أن أهنئهم بهذا العيد. اسمك من حبوبة؟ اسمي أميرة. من وين يا أميرة؟ من وين أنتوا؟ من الدار. من الدار جيتوا. أنتوا من جيتوا من الدار؟ أنتوا بابا. كيف شفت العيد في سيئون؟ حلو مليح. إيش أفضل حاجة شفتيها في العيد؟ اشتريتي لك إيش؟ ثياب العيد. من اشترى لك ثياب العيد؟ مامو ولا بابا؟ بوي. أبوش. تحبين بابا ولا ماما أنت؟ نينتهم. يلا قولي لك يا مرة عيد سعيد. يلا عيد سعيد. نهني كل حضرموت، أصحاب حضرموت، ونهني سيئون خاصة، يعني أبناء سيئون وأهلنا جميعا إن شاء الله. عرف على اسم الأستاذ. عبد الله عمر عبد القادر العيدروس. عبد الله عمر، مدير مركز سوق العيدروس. سوق العيدروس. نعم. طبعا لازلنا في أيام العيد ونقول لك عيد سعيد. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير وكل عام وأنتم بصحة وعافية. وأنتم كذلك إن شاء طيب الله. لازلنا في أيام العيد. تحب تهني من؟ نهني الأمة العربية والإسلامية بالعيد السعيد إن شاء الله. ربنا يعيده في خير وعافية وسلامة إن شاء الله، وأمن وأمان واطمئنان إن شاء الله. طبعا نحن الحين موجودين في سوق الخضار والفواكه بمدينة سيئون، نشوف ايش يشترون يوم العيد من الفواكه والخضروات والزائرين من انحاء مدينة سيئون. يلا نشاهد. طبعا احنا موجودين في سوق الخضرة ومعانا احد البائعين، تعرف على اسمه؟ خالد احمد عبيد قفزان من مدينة سيئون. من مدينة سيئون. ايش تبيع؟ بيع ليمون حامض.
ليمون حامض، ايش تسوون به في العيد؟ والله هذا قبل العيد الاول حليم حنين به قبل العيد. وعصاير ومع اللحم وما ادري ايش في الرز هكذا. ايش تسوون به في اللحم؟ والله قالوا يقول يعني لحم مطبي ولا يكون ايش مشوي ولا والله ما اعرف اللي يقولون بونال اللحم. والله ما بدك اكلت لحم؟ كليته بس مش دران الحريم ما يقين يا من العايدين من الفايزين. كل عام كل عام وانت بخير وانتم كذلك ان شاء الله. تحب تهني مين في العيد؟ نهم بالهندي الشعب اليمني والاهل والاحباب ان شاء الله. طيب انت اليوم ما شاء الله موجود في ايام العيد، ايش تشتري في سوق الخضار؟ اشتري فواكه العيد وحلويات العيد وكل مستلزمات العيد يعني. مشاهدينا الكرام، طبعا احنا موجودين في سوق الحنظل بمدينه سيئون الذي يسمى قديما سوق قسبل. بنشوف الزوار اللي يجوا من خارج انحاء مدينه سيئون ايش يشترون وايش يتبضعون بمناسبه هذا العيد. يلا بنشوف. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. عرف على اسمك؟ نبيل محفوظ عوض حمران. من وين؟ من سيئون. من سيئون. كل عام وانت بخير. وانت بخير ان شاء الله. من العايدين فازين. كل سنه طيب. هني مين في العيد؟ والله نهني الوالده والوالده وجميع الاقارب والاصحاب كلهم. طيب احنا في ايام العيد ما شاء الله نشوفك موجود في سوق الحنظل، ايش تسوي؟ والله قليل نتبضع نشتري حياه شويه. شكلي اشترتوا ايش اشترتوا اليوم؟ والله اشترنا فواكه وشويه نشتري حنظل. وحنا في سوق الحنظل بمدينه سيئون نشوف الزوار يجون من كل مكان، ومعانا احد الزائرين موجود في سوق الحنظل. ونتعرف على اسمك. دكتور عمر شيخ بعباد، استاذ في جامعه حضرموت. ما شاء الله تبارك الله. من وين؟ من منطقه الغرفه. طبعا منطقه الغرفه. اليوم موجود انت في سوق الحنظل في مدينه سيئون، ايش تسوي؟ طبعا تسوق مقاضي العيد يعني من حلويات وحنظل واشياء يستخدمها الناس. ايش اشتريت اليوم؟ والله اشتريت بعض الشوكولاتات والحامض هذا والحامض. وين؟ خلينا نشوف كيف نشوف اللي اشتريته. كله هو موجود هنا يعني. بس نشوف انت ايش اشتريت. هذا اشتريت يعني الذوق هذا يعني وهذا يعني الحنظل. اشتريت هذه الحنظل الحضرمي يعني. حياك الله. لو قلنا لك تمن يوم العيد انت في يوم؟ والله امنيتي حقيقه كبيره جدا ان يصلح حال اليمن. يعني اليمن حقيقه تعيش بازمه كبيره جدا. الامنيه الكبيره ان تزول هذه الازمه وان تعيد الامور الى ما نصابها ان شاء الله. يعني هذا ما نتمنى على الله. عيد في العيد ضروري من الحلويات والحلوى والشوكولاتة عشان العيال الصغيرين اللي يزوروا نحن، ضروري نعطيهم حاجات حلوة وجميلة. في هذه اللحظات من سوق الحنظل معانا أنواع الحلويات الجميلة والتشكيلات الحلوة. نشوف الموجود اللي معانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صالح رجب باصبع حلواني. حلواني ما شاء الله عليك. بنقول لك من العايدين الفايزين. كل عام وانتم بخير. الله يهيل العيد علينا في خير وعافيه ان شاء الله وعلى الامه الاسلاميه. ايش موجود معك اليوم ما شاء الله؟ معنا ما شاء الله كل حاجه، مكسرات اشكال انواع معنا. شوف الحنظل هنا انواع واشكال. في حنظل مصريه، في حنظل هذه العاديه. الحنظل المصريه والحنظل هذه المصريه اللي هي عندنا اكثر رغبه عندنا. نعم انت. كم حقها المصره والشطر؟ 500 المصره والشطر 150. والكيلو؟ الكيلو 900. طيب نشوف الحنظل هذه اللون تقريبا الاسود او الرمادي. هذه حنظل يعني حقها القلي زياده يعني الدريه حقها درية التحميص على قولنا. بخر بالبخور وصلي على النبي. المقطره بالسيئونيه بالحضرميه يسمونها المبخره بالكلمه العاميه. احنا اليوم موجودين ايضا في سوق الحنظل ومن امام هذا المنظر الجميل ونشوف ايش يسوون بالمبخره والبخور في ايام العيد. نتعرف اكثر واكثر، تابعونا. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. وعساكم من عواد. عساكم من عواد ان شاء الله. ايه ما شاء الله انت اليوم موجود في البخور، البخور معك كثير وانواع كثيره. ايش انواع البخور الموجوده معك؟ انواع البخور يعني البخور الجاوي هذا عندنا العوده استخدمها في مناسبات الاعياد. يستخدم في جميع المناسبات يعني، انما في وقت الاعياد يكون عليه ترويج اكثر تسويق اكثر. بايش يعني بالله؟ حتى بالاوقيه بالاوقيه يعني نعم. كم تطلع حق الاوقيه؟ الاوقيه تطلع له في يكون سعره ما بين 4000 الى 8000 10000 12000 24000 كله يعني. في نوع ابو فراش هذا الصناعي وفي نوع طبيعي. يكون الطبيعي هذا يكون سعره شويه اغلى يعني يطلع له ب 12000 14000 24 زي هذا مثلا.
يطلع له اللوقي حقه ب 10,000. هذا ب 10,000؟ نعم. استخدم ايضا في المناسبات؟ استخدم في المناسبات وقت الاعياد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. من العايدين؟ العايدين كل عام. طلال بن طالب. طالب بن طالب. طلال بن طالب. طلال بن طالب يا حي وسهلا، من وين؟ من قريو. نحن من قريو، من الحوط. اي نعم. ما شاء الله من اليوم موجود في سوق الحمضة. نعم. نشتري نقضي العيد ان شاء الله. قضى في العيد. ايش اشتريت اليوم في العيد؟ يا الله اشتري حلويات العيد. ايش اشتريت اليوم؟ المكسرات والحلويات ولبس العيد. ولا زلنا نتجول في سوق الحمضل ونشوف انواع الحلويات الصفراء والحمراء والباصليه والخضراء، وايضا معنا احد الزائرين من المناطق الشماليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عرف على اسمك؟ احمد عبد الله الحذيفي. من وين؟ من اب. من اب ابل الخضراء. ونقول لك من العايدين كل عام وانت بخير. وانت بخير ان شاء الله. ان شاء الله موجود في مدينه سيون. ايش تسوي ما شاء الله؟ والله عندنا عمل هنا. عندنا عمل. موجود في عمل هنا في سيون. طبعا موجود ايضا في سوق الحمضل. ايش تشترون؟ نشتري حلويات العيد للاطفال. نعم. الاطفال. نعم. طب لو قلنا لك تمنى، ايش تتمنى في ايام العيد؟ والله نتمنى الامور تكون زين وان الوضع يصلح. وان في مدينه اب كيف يكون عيدكم في اول يوم؟ اول يوم في معاوده، نتعاود مع الاهل، نجتمع مع الاهل. لكم وقت محدد كذا ولا بعد صلاه العيد؟ بعد صلاه العيد. وصلنا عند الزبيب والوانه واشكاله وطعمه، لكن قبل ما نتعرف على الزبيب واكله وطعمه نتعرف على بائع الزبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من العايدين الفايزين كل عام وانتم بخير. امين. وانتم كذلك وعلى الامه المسلمه. اسمك؟ محمد سليمان بازيال. ايش موجود اليوم عندك ما شاء الله؟ نشوف الزبيب والاشكال الحلوه. والله عندنا الزبيب الرازقي، عندنا زبيب صيني هنا اصفر، عندنا زبيب اسود، هذا يعني للدم، يكثر الدم هنا يستعملونه. هذه الانواع الزبيب يستعملونها في العيد مع المكسرات، مع اللوز الصنعاني، مع الفستق، مع الكايو، مع هذه المكسرات الاصفر والاحمر، هذه النشا، هذه يستعملونها في العيد.